السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم من جديد في قناه ام نسرين. جي نحضر معكم واحد الكيكه على طريقتي. بسم الله نبداو في المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا رباط البيضات، حراره الغرفه، كنرش عليهم رشه ملح، وكنضيف اليوم كاس ديال السنيده معبور بالكاس الشاي. عندي هنا كيس فانيلا، وكنزيد نطرب الكل. حطربنا السنيده والبيض حتى طلع لنا الخليط. كنضيف عليه واحد المعلقه ديال الخل باش تجينا الكيكه شيشه ورطبه، وكنرجع نطرب الكل. وكنضيف كاس من زيت المائدة، الكاس ما عامرش مزيان كما كتشاهدوا، وانا كنطرب وانا كنضيف زيت المائدة. باش الخليط كيبقى يطلع هاد الطريقه مهمه البنات باش كتجي الكيكه هشيشه ورطبه وكتجي طالعه. مهمه كتبقى تطلعي الخليط وانتي كتضيفي الزيت وانتي كتطربي، هو الخليط كيطلع بحال شكل الكريمه. وكنضيف ياغوت حضفنا ياغوت، كنرجعو كنطربو تينش نجم لينا الخليط ديالنا. عندي هنا كاس ونص من الدقيق المغربي المعبور بالكاس العنبة، كنضيف عليه كيس من خميرة الحلويات كعبر 8 غرام، كنضيف عليه كيس خور هي 16 غرام، كنزيد نخلط خميرة مع الدقيق، كنضيف معلقة معلقة على الخليط ديالي، ما كنضيفش
الدقيق بدفعة واحدة. حط الربط الخليط كيجي على هذا القوام. هذا كانت المول ديالي بالزبده، وكنرشو بشويه فرينه، وكنضيف الخليط ديالي. كنشعل الفرن ديالي وكنخليه على عافية مهيلة، وكنرد الكيك ديالي يطيب ونتلاقى معكم من بعد ما طاب الكيك ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. ملي خرجته من الفرن سقيته بشويه الشوكولات وزينته بشويه برنيسين. وغادي نقطع لكم شقطيعه. ولا عجبتكم هاد الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تعموني بلايك وتفعل الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. السلام عليكم، إلا فيديو جديد بحول الله.